هنا تونس مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد. شكرا على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا لكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة ديوان اف ام. هذا برنامج هنا تونس في جزء ثاني والأخير، نستضيف فيه مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات سي عادل الشواري. مرحبا بك سي عادل. مرحبا بكم، مرحبا مستمعي ديوان اف ام. المركز الوطني لسجل المؤسسات، كيفاش نقدموه للمستمعين؟ المركز الوطني لسجل المؤسسات مؤسسة عمومية مستحدثة جديدة بموجب قانون 52/2018، وتبدأت العمل في 5 فيفري، وفعليا بدأت في أفريل. تعنى أساسا هي قائمة على ربما بين فرضين، على أنقاض السجل التجاري، وتعنى بترسيم وتحيين السجل المؤسسات بصفة عامة بفيها تجار وشركات ومهنيين وحرفيين وجمعيات. دونك تقريبا هذا إجمالا ما يسمى بالسجل الوطني للمؤسسات، إضافة إلى عديد المهام الأخرى منها ترسيم الرهون والإيجار المالي، وإضافة إلى معناها تصريح بالمستفيد الحقيقي، وهو كونسيبت جديد، والقيام بالإشهادات القانونية اللي أخذت مقام الإشهار في الرائد الرسمي. عملية انتشار في الجهات قاعدة تم، بالإضافة إلى مجموعة من التصورات والمشاريع المتعلقة ببرنامج عمل المركز الوطني لسجل المؤسسات. شنو الدور اللي تنجموا تلعبوه اليوم كمؤسسة وطنية؟ شوف، السجل الوطني للمؤسسات هو حلقة من حلقات الاستثمار، وحلقة من حلقات معناها تكوين الشركة أو التجارة أو أي نشاط اقتصادي. إذا هذا يعني أساسا بمعناها أتصرف في حياة المؤسسة بصفة عامة، يعني مؤسسة فردية أو مؤسسة جماعية بمعنى الشركة. دونك هذا هو دور الأساسي للشركة. دونك من تأسيسها إلى اندثارها يقوم أساسا بضمان حقوق الناس، ضمان الشركاء والمساهمين، وضمان الأطراف الأخرى، لأنه تكون هنا قاعدة بيانات عمومية على ذمة العموم، على ذمة الدولة، على ذمة الأطراف سواء المتنازعة أو الأطراف الاقتصادية اللي تحب تخدم في إطار شفافية المعاملات الاقتصادية، تكون عندها معلومة، يكون عندها تابلو دو بورد ايكونوميك ينجم على اثره، نجم نخطو كيما نجم نتعرفوا على اقتصاد، كيما نجم نتعرفوا على نشاط معين، كيما نجم نتعرفوا على قطاع. ونتصور ان السجل الوطني للمؤسسات دوره ما يظهرش السنة، ما يظهرش العام الجاي، يظهر في 3-4 سنين الجايه، وقت اللي يولي يكون هو براتيكمون لو تابلو دو بورد ايكونومي. دونك وقتها ينجم نقولوا احنا عندنا سجل وطني للمؤسسات اللي نجموا باش نقوم باي نشاط، نمشي نعمل نظره ساعه على قاعده البيانات العموميه، نشوف ايش ثم واش ما ثماش. في انتظار انه التمشي هذا يرى النور في افق السنوات القادمه، سنه جديده في افق 2020، الى ماذا يهدف المركز على مستوى خطه العمل؟ شوف، احنا السجل عمره 8 أو 9 شهور. تعرف احنا اول حاجه لازم تخدم في اطار الكونتينيتي، استمراريه المرفق العمومي، لانه هذا سجل تجاري ومصالح الناس ما تنجمش تتوقف. اذا لازم يكون فما تواصل للنشاط. في الاثناء يجب تركيز هياكل السجل الوطني للمؤسسات كمؤسسه عموميه، فما مصالح مركزيه، ثم مصالح جهويه، لازم تكون مصالح الناس تكون قريبه. حاليا احنا بدينا في سياسه فتح الفروع الجهويه، بدينا بفرع صفاقس، عندنا فرع في ريانه وفي منوبه وفي بن عروس، ان شاء الله نتعداو لسوسه تريبروشيلمون، وبعدها نابل، وبعدها كل تقريبا في حدود كل 10 ايام باش يكون فما فرع مفتوح. هذا مش معناه انه ما عندناش فروع حاليا، لكن فروعنا الحاليه هي احنا قاعدين نتقاسموا مع اخواننا في وزاره العدل في المحاكم الابتدائيه، قاعدين مضيفين وبارك الله فيهم دونك في العمليه هذه، قاعدين نستغلوا في الانفراستركتور نتاعهم في انتظار انه دونك نكون عندنا تمشي اكثر للاستقلاليه. مشاو الاستقلالية إضافة إلى أن زاد كيف خذينا سياسة أخرى، هو أنه نتعاون مع الهيكل العمومي المتواجدة، بمعنى أنه إذا كان ثم دون لو كاد لا ميتيزيسيون دي زيفور، إذا كان ثم مؤسسات عمومية وخاصة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لابي في وسط الجهات، إذا كان موجود إمكانية أن نتعاون، وهنا احنا صححنا معناها اتفاقية تعاون مع لابي، أن نكونوا متواجدين في الجهات في صلب لابي، باش يكون فما أول حاجة ميتيزيسيون دي زيفور دي ريسورس، باش نكونوا نتعاونوا على الاقل في مجال الكلفه، اضافه الى ان نكونوا احنا متكاملين مع بعض في منظومه الاستثمار، في منظومه خلق الشركات، نكونوا متكاملين، فيكون المواطن في مكان واحد ينجم يكون يلقى المقاربه هذه
القائمة على القرب سي عادل، ماذا يمكن أن تضيف للمركز ولخطة العمل متاعه؟ شوف المركز فلسفته أساسا هو أنه يمشي فير الإيداع الإلكتروني والخدمة عن بعض. هذاك علاش احنا مش تكون عندنا تمثيليات خفيفة، معناها بمعنى أنه مش تكون تمثيليات فيها زوز ثلاثة أشخاص على أقصى ما يمكن في الجهات، لكن ماشيين فير التوتو الإلكترونيك الرقمنه والرقمنه هذه تطلب بعض ربما بعض معناها الوقت، لانه احنا كنا مؤسسه جديده عماله منشور، احنا فما منظومه معلوماتيه قاعده تحضر، وان شاء الله بكل مرحله تحضر ما احناش نعمل منظومه متكامله نحطها مره واحده، لكن مش نعمل منظومات كل مره فما اجراء نحطوه مباشره، وان شاء الله هو اول اجراء في 2020 مش يكون اجراء حجز التسميه الاجتماعيه والاسم التجاري عن بعد، معناها 100% عن بعد، ان شاء الله يكون في خلال الاسابيع الجايه نحطوه اونلاين. عادل الشواري مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات، هل فما وعي سياسي اليوم بأهمية هذه المؤسسة بدورها في الاقتصاد الوطني في المعاملات التجارية وما إلى غير ذلك؟ علاش نسألك السؤال هذا؟ لأنه على ما يبدو فما بعض الأطراف المهنية ما زالت ربما غير قابلة هذه المقاربة في التعامل. هو صحيح، احنا شوف احنا مؤسسة في القانون، يعني مؤسستنا مهمتنا هو ان ننفذ القانون، مش ان نناقش هل القانون ينفذ ام لا، هذه من ناحية، لكن هذا ما يمنعش انه التغيير مش سهل على بعض الناس ربما اللي ما كانتش تعتبر انه نتقيد ولا ما تقيدش في السجل. دونك احنا ديجا حتى المعرف الوحيد للمؤسسة هو المعرف السجل، هو البتين ده، يعني نفس الشيء معناه اللي سجل في البتين ده بياناته كلها ترحل مباشرة إلى قاعة البيانات تاع السجل الوطني للمؤسسات، وننتظروا دونك ووصوله بالوثائق اللازمة باش يقوم بالعملية. وهذا لو ما منعش لو أثناء احنا عندنا معناها عدد الترسيبات مقارنة ب 2018 في اللي كان في السجل التجاري ارتفع بشكل ملحوظ، خاصة شو تقول الأرقام اليوم الإحصائية؟ الأرقام تقريبا من حيث التجار معناها نحن نقولوا لي بيرسون فيزيك، معناها لي بيرسون فيزيك تقريبا في حدود ال 16000 17000 بيرسون فيزيك سون ايماتريكولي، معناها تم ترسيمهم مقارنة ب 12000 و11000 كل عام تقريبا يصير، يعني فما المهنيين والحرفيين قاعدين يجيو، معناها عندنا مثلا اثناء مهنيين المهن الحره في حدود 4335 معناها من المهن الحره تم ترسيمهم، وعديد من الحرفيين. الشركات تقريبا قاعد نفس العدد في حدود 11000 12000 شركه يتم تاسيسها كل عام، بطبيعه الحال فما شركات الشركه كائن حي، معناها فما اللي يحيا وفما اللي يموت، دونك فما اكيد فما شركات تندثر. المركز الوطني لسجل المؤسسات لسائل أن يتساءل حول دوره، وإلى أي حد نجم يساهم اليوم في معركة وطنية كبيرة اسمها الحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال؟ صحيح، هو يساهم يساهم بما أوتي من وسائل أول حاجة قانونية، لانه ساليزونداتر معناها وجوده كسجل يعنى اساسا بالحد اول شيء من التهرب الضريبي، نقول لك كيفاش. اثنين الحد من تغسيل الاموال خاصه وتمويل الارهاب عن طريق تشبيك قواعد البيانات العموميه مع اطراف اخرى كما لجنه التحاليل الماليه والاداره العامه للجبايه وغيرها من المؤسسات العموميه اللي في تشبيك قواعد البيانات ممكن انه يصير معناها الحد من ربما من احنا نقولوا من التضارب البيانات بين قواعد البيانات العموميه، يعني ساعات تلقاها تلاعب يصير بالبيانات افكتيفمون باش ما نقولش كلمه اخرى، دونك التلاعب ربما البيانات المضروبه تتقدم بين المؤسسات العموميه اصبح وهذا بدا يظهر او تقريبا. بالنسبه احنا كزاد كيف من التزامات المركز الوطني لسجل المؤسسات هو اظهار الحاله الجبائيه للمؤسسه،
وبدينا من شهر اكتوبر، وهذا التزام في القانون، هذا ما احنا ماهيش هوايه يقوم بها المركز، انما هو التزام في القانون بان الوضعيه الجبائيه للمؤسسات اللي هي في حاله اغفال جبائي 12 شهر فما اكثر، يعني اللي عنده 10 شهور او 9 شهور مش عذر على السجل الوطني للمؤسسات، لانما اللي عنده 12 شهر فاكثر تصير وضعيه موجوده وضعيته البيانيه وضعيته الجبائيه، وهذا ممكن انه يحد ايضا المتهرب الضريبي. تقول لي كيفاش؟ تقول لي انه المؤسسات اللي مش تعامل معها، المؤسسات مش تعامل مع المؤسسه هذيك، خاصه المؤسسات الماليه ربما المؤسسات الحكوميه وغيرها متعاملين بنات بعضهم، ربما يكون عنده نوع من الاحتراس يخلي يقول اخويا برا سوي وضعيتك ربما الجبائيه اقبل. اثنين انه ايضا يحد ايضا من الشركات اللي ما هي اناكتيف، بمعنى انه شركه عندها عامين او 3 سنين او 4 سنين وحتى اكثر ماهيش قاعده تنشط، بمعنى مش قاعده تؤدي بواجبها الجبائي. فهذا القانون اوجب زاد اجراء ثاني هو متعلق بشطب الشركه بعد ادراج المعلومه المتعلقه بحاله الاغفال في سنتين فما اكثر، تصبح الشركه محل دونك تشطب، وبعد عام من ادراج المعلومه في السجل الوطني للمؤسسات يتم احاله الملف الى وكاله الجمهوريه اللي تنظر في حل الشركه، الحل القانوني للشركه. طيب عادل الشواري مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات، اليوم طالما المؤسسه الوطنيه هذه المرفق العمومي هذه نجم يلعب ادوار هامه على مستوى مكافحه الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الاموال، هل لقيتوا الدعم السياسي لازم اليوم حتى تنفذوا الاجنده الموضوعه على الطاوله؟ والله هي كمؤسسة عمومية هي ما تتطلبش الدعم السياسي بقدر ما تتطلب الموارد والدعم اللوجستي لها. هي مؤسسة عمومية أول حاجة أوتوفينانسي، يعني تمويل ذاتي، ذات بمواردها الذاتية، وقاعدين نطوروا في صحيح في خدماتنا. الدعم السياسي بمعنى أنه القانون صراحة لقى دعم في مجلس النواب، هذا هو أهم حاجة، دونك وقت الإصدار القانون دونك لقى دعم وما كانش فما اعتراض عليه، والمؤسسه مش ان شاء الله في طريق انها تساهم. خاطر مسوف احنا ربما الناس قالت السجل الوطني هذا جديد يتوشى تو، معناها يمس في كل شيء، معناها في حياه المؤسسه، وهذا نقول انا من دواعي الفخر لتونس لانه مؤسسه للمستقبل، خلي انه ادوات التحري وادوات الوثوق من المعلومه او الوثوق من الشفافية في اطار الشفافيه، لانه الانسان ما ينجمش يتعامل معك، احنا تو نحكيه عايشين في مجتمع انه التليفون فيه كل شيء ويعرف علينا كل شيء، فما احنا فما بالك فيما يتعلق بالمعاملات الاقتصاديه. دونك المؤسسه الماليه باش تقرض حريفها لازم تعرف عليه كل شيء، المصدر او المورد لماذا بيه يعرف على حريفه كل شيء، الشريك اللي مش يدخل في راس المال ماذا بيه يعرف على شركاء وكل شيء، من يتعامل مع المؤسسه كمزود او كحليف ماذا بيه يعرف على مؤسسته، المؤسسه اللي مش يتعامل معها اذا كان مش يعطيها فلوس او مش يخدم معها باش يزيد كيف يعرف على صحتها، هذا كله هو ثمره البيانات اللي مش يجمعها السجل ومش يضعها على ذمه العموم، هذه هي تقريبا الهدف الاسمى، لانه حاليا مثلا لو فرضنا احنا مش نعملوا ديزيدوت امبيريك على قطاع معين، لكن ما ناخذوش بمعنى الستاتيستيك افاك ديزيشونتيوناج، مي ناخذوا على الحاله على ما هي عليه معناها في الواقع. ممكن بعد سنتين او ثلاثه يتم تجميع البيانات الكل، ممكن ان نكون عندنا وضعيه حقيقيه معناها تعكس واقع المؤسسه او واقع قطاع او اي شيء. ما علاقه المركز الوطني لسجل المؤسسات بسجل الجمعيات؟ هو ما ثمش سجل الجمعيات، أين يوجد هذا سجل الجمعيات؟ هناك مرسوم. هل الجمعيات مطالبة بتسجيل بياناتها عندكم في المركز؟ شوف القانون واضح وصريح، يقول أنه المرسوم 88/2011 فما اشتراطات تتعلق بتأسيس الجمعية، فحالما تمت كل الإجراءات بما فيها الإشهار في الرائد الرسمي يتم الترسيم في السجل الوطني للمؤسسات، يعني بعد ما تتم العملية كلها يتم ترسيمه في السجل الوطني. قم الواش أنا قمت بالعملية هو لأن العش لأنه السجل الوحيد أول شيء تعتبر جمعية مؤسسة تتفاعل مع المجتمع تحت انفالوجيتي للمجتمع. اثنين المتعاملون معها لهم الأحقية في أن يتعرفوا على المعلومة وعلى حركيتها وعلى أعضائها وعلى نشاطه، وهذا
يمكن أن يصبح متاح عبر السجل الوطني للمؤسسات. إذن لا ندخل إضافة إلى الجمعيات الصادرة اللي متأسسة قبل المرسوم 88 تجي في كل وقت وزاد كيف تجيب ما يثبت وجودها وتحين بياناتها وتدحل البيانات في الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة وتقوم بتحين بياناتها للسجل لتصبح متاحة للعموم. طيب عادل الشواري مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات، على سألتك السؤال هذا لأنه فما مجموعة من المنظمات والجمعيات النشطة في المجتمع المدني تخافوا أنه هذا القانون المنظم لعمل المركز ولسجل المؤسسات ربما قد يفضي إلى التضييق على أعمالها ومعاملاتها ويساهم في الحد من نشاطها. هذا موقف عبروا عليه عديد النشطاء الجمعيتين والحقوقيين وقياديين في منظمات وجمعيات وطنية. هذا من حقه باش يتخوفوا لأنه ربما ما قالوش القانون مليح لأنه قانون السجل الوطني للمؤسسات ما يتعرضش شيء، ما لا يفرض قيدا على تأسيس الجمعية ولا على حياتها لأنه ما يدخلش في حياتها. مهم السجل ماذا يهمه؟ يهمه المعطيات المتعلقة بتكوينها، وبمعنى أنه إذا كان غيرت بعض المعطيات المتعلقة أساسا بالهيئة المديرة بعنوانها بنشاطها فقط، أما فيما يتعلق بما تقوم به من نشاط فهذا لا يهم السجل. المركز الوطني لسجل المؤسسات حسب الإحصائيات اللي وردت فيه استأثرت جهة صفاقس بحوالي 9.3% من مجموع ذوات المعنوية الشركات وجمعيات والذوات الطبيعية تجار ومهنيين وحرفيين. ماذا يعني لكم هذا الرقم؟ هذا يكونفيرم زي اللي صفاقس، مدينة صفاقس هي المدينة الاقتصادية الثانية بعد تونس الكبرى، لأن تونس الكبرى تستأثر في حوالي 36% من النشاط الاقتصادي على الأقل بما يتعلق بالترسيم الشركات والتجار في تونس الكبرى في الأربع ولايات الكبرى، تليها صفاقس ثم ولاية سوسة فنابل، و في المرتبة اللي بعدهم تليها ولاية تطاوين. دونك لأن ولاية الجنوب أيضا ولاية نشيطة جدا، ولاية مدين وتطاوين في المجال التجاري وفي مجال إنشاء الشركات وكل ما هو والتجارة، معناها ولاية نشطة جدا، هي تقريبا في المرتبة الخامسة. صقس ثقل اقتصادي وهذاك علاش احنا مشينا عملنا بالترتيب خلق المكاتب الجهوية وبالتقريبا بالترتيب الوزن في قاعدة البيانات. فمشينا لصفاقس لانها صراحة معناها مدينة كبيرة وتستحق انها تكون عندها إدارة جهوية تليق بالمؤسسات الاقتصادية، واحنا ان شاء الله بدأ النشاط، واعتقد انه اللي يزيكو ولا جاو من صفاقس انهم فرحانين لانه بقى قريبه للناس ماهيش بعيده برشا. تذكروا بمكانها سي عادل، هو طريق قرمده كيلومتر 05 قدام السي ان بي اس، معناها صفاقس ان شاء الله دونك تكون عجبتكم. اذا كان زاد كيف نجموا حتى نتوسعوا على الاخر، المهم انه حاليا عندنا اربع عوان ممكن انا نضيفوا عون او اثنين دونك حسب النشاط، لكن لازم نذكروا انه راهو اكثر النشاطات اللي باش نعملوها هي مش تكون في الالكترونيك اللي مش تخفف كثيرا الضغط. باش نمشيو نقول لكم ثلاثه نشاطات ان شاء الله هي باش تكون في 2020 على الالكترونيك، هي هذه نقول لكم انتم في ديوان فام، اللي هي اولا سيرتيفيكا دو ريزرفاسيون دونك دي دينوميناسيون، دونك حشيت حجز التسميه الاجتماعيه والاسم التجاري باش تكون ان شاء الله 100% الكترونيه، اضافه الى خلق الشركه لا كريسيون دونتربريز معناها سارل او غيرها دونك باش تكون الكترونيك في خلال 2020، وان شاء الله قبل شهر جوان 2020 باش يكون عندنا ايداع القوائم الماليه عن بعد 100% حتى نتجنبوا الزحمه اللي كانت عملناها اللي نعملوها ما كناش نجموا نتجنبوها زحمه، كنا في حال تاسيس وما كانش عندنا الموارد التقنيه والماليه الكافيه باش نقوم بالعمليه. ان شاء الله في شهر جوان الجاي يكون لانه ايداع القوائم الماليه نعاود نذكرها في السجل الوطني للمؤسسات هو اخر اجل لها يوم 21 يوم 31 جويلة من كل سنه. دونك هذايا الخدمات ان شاء الله مش يكونوا في انتظار انه مش يكون التحينات خلال اخر 2020 يكونوا موجودين، لان التحينات لا جيستيون دو سيكل دو في دو انتربريز معقد. دونك لازم المنظومه تاخذ شويه وقت معناها باش تستقر، وان شاء الله في اواخر 2020 يكون عندنا منظومه كامله فيها 60 70 80% حنتيحوا كل الفرص باش يكون اوتوماتيك. الحاجه الجديده اللي حطيناها في القانون وفي الامر المتعلق بالمعاليم هو انه اللي يخلص على الانترنت الاجراء كامل، يعني مش يخلص على الانترنت انما يقوم بالاجراء
الكتروني كامل هو يتمتع ب 50% من يعني من تخفيض من كلفة هذا المعليف. اجراء تحفيزي يعني هذا اجراء تحفيزي بالقانون يعني ما احنا مش يعني مش اجراء اداري فقط انما حطيناه بموجب امر معناها هذا ربما حاجه جديده مش موجوده لكنها اصرينا انها تكون موجوده حتى ندفع الناس انهم يتعاملوا الكترونيا مع 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 سجل. انتظاراتكم من الحكومه القادمه في علاقه بهذا الملف طالما وان المؤسسه اليوم عندها ادوار وطنيه كبيره مناطه بعهدتها عادل شاور؟ والله شوف احنا ما ننتظروش من الحكومه سوى انها احنا هي تنتظر منا هي تنتظر منا انه نعطيوها البيانات وان نمدوها تقريبا يوميا او اسبوعيا او شهريا بكل البيانات حالا دونك بكل ما يتعلق بالانشطه الاقتصاديه والتجاريه وغيرها من الانشطه هذا ربما هذا واجبنا اللي هو تجاه الحكومه اللي مش تتكون دونك شنو ننتظر اخر ننتظر ان زاد كيف انه تدور زاد نتاع سجل في منظومة الإحصائية مثلا الوطنية انه زاد يكون عنده دور كبير واساسي وينظرونا زاد كيف ك ك ك كفاعل اساسي في المنظومة لانه صحيح مازلنا جدد ربما ما عندناش لكن تقريبا باش تكون لا بلاك تورنونت دي ستاتستيك دي زيكونومي دي ليكونومي ناسيونال دونك لو ريجستر ناسيونال دي زونتربريز واحنا على ذمة كل سواء معهد الاحصاء او المجلس الوطني للاحصاء او غيرها من المؤسسات على ذمتها باش نمدوهم بكل الاحصائيات سواء السادة الوزراء او سيد رئيس الحكومة او حتى السادة النواب وغيرهم كلهم باش نمدوهم بكل الاحصائيات اللي تمكنهم باش تكون عندهم رؤية واضحة وجلية حول الاقتصاد الوطني. شو التحديات اللي تراوها وانها تنتظر فيكم في الفترة القادمة ومش تكون ربما هي قطب الرحى في برنامج العمل متاعكم خاصة بعد خيار المضيف الرقمنة ومسألة القرب هذه اللي اتجهتوا فيها في الجهات وبديتوا مؤخرا بصفاقس؟ شوف انا كنقول لو غران شانتي تاع 2020 الشانتي الكبير هو الرقمنة. والرقم ليست فقط أن نعمل إيداع إلكتروني هو رقمنا أيضا هو أن رقمنة الأرشيف من عام 1926 وهذا يعني شانتي كبير برشا احنا زاد من مهامنا أن نجمع كل الأرشيف الوطني المتعلق بالمؤسسة جدوى من ذلك ربما جدوى البعض عنها جدوى لازمك تكون عندك أنت ينشان سلسلة كاملة عن حياة المؤسسة وهذه وثائق مؤسسة تنجم تكون عايشة مؤسسة كما تنجم تكون اندثرت لكنها متعلقة بمؤسسة أخرى عايشة وبحقوق ناس تنجم تكون موجودة ومازالت مرتبطة فهذا أول حاجة أرشيف ثاني حاجة تاريخ البلاد كله دونك تاريخ البلاد كل اقتصادي ذاكره اقتصاديه ذاكره اقتصاديه للبلاد ان شاء الله مش نعملوا عليها احنا اون في نيستيماسيون تقريبا في حدود ال 15 مليون صفحه سيتم رقمنتها خلال 2020 2021 بحيث تصبح عندنا بشكل فردي ام استعنتوا بالارشيف الوطني؟ لا هو ما عنده حتى علاقة هذا بالأرشيف الوطني هو احنا عندنا خبرتنا احنا بصفة عامة كسجل تجاري سابقا لأن عندنا تقريبا في حدود 3 مليون صفحة جانا تمت رقمنتها في السنوات الفائتة وبحكم أنه القانون أحال إلينا كل الأرشيف نتاع السجل التجاري فإن شاء الله يعني ربي في المهمة هذه لأن صراحة معناها أنا تحزن نفسي كرا آلاف من الوثائق انا جبت لكم حتى وثائق يعني هذه كان تعمل نظره تشوف الوثائق من 1900 نجم نوريوها في تنجم هذه وثائق يعني تحفه يعني من 1928 وغيرها دي ممكن دي ستاتيو من وقت الاستعمار دي ستاتيو دي بي في دي زاك دو سيسيون افيك دي زوتر دونك هذوما كلهم يعني ما نزموش من دثروا دونك وان شاء الله نلمهم الكل هذا ما يتطلبش امكانيات جهود مضاعفه على الشوارع يتكمل رهان كبير هو رهان الحكومه والمشرع اعطاها الاستقلاليه الماليه والاداريه باش تقوم بالعمل هذا وان شاء الله الامكانيات هي الذاتيه للمؤسسه تمكنها من العمل هذا لكن ياخذ شويه وقت ياخذ مجهود ياخذ زاد كيف الوقت خاصه فيما يتعلق بالانتدابات وغيرها من دونك لاباسيسيون دي مارشي وهذا وان شاء الله اللي نجم نقوم به في السنة ولا العام الجاي ولا كان حين ربي دونك وحنا مادام موجودين ان شاء الله اللي فيه خير بيسال فيه. عادل الشواري مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات كلمة الختام شنو رسالتك للمهنيين لاصحاب المؤسسات ماذا تقول ككلمة انا نقول خاصة انت ذكرت المهنيين
الأخوة المهنيين خاصة مثلا المهندسين المعماريين والأطباء كانوا متعاملين معنا، اتحاد مهن الحرة زاد كيف كيف، سيانيس وهابي نذكره بالخير وإنسان نشط معنا في ويعاون فينا برشا كخبير محاسب وكأيضا في مجال المهن، الخبراء محاسبين الكومباني دي كونتابل زاد كيف كيف قايمين معنا دور كبير برشا في المجال هذايا، هذوما قايمين المحامين المحامين صراحة معناها شنقول لك أنا مش معناها فما يبدو علاقتكم بالمحامين مش في لا هما في أفضلها، هما راهم شركاء في إقامة العدل الساحة قبل كل شيء، اثنين هما طرف في السجل يعني بمعنى هما في الطرف كمستشارين لحلفائهم في مجال السجل، انما هو موقفهم من ان يسجلون معناها في السجل او يسجل هذا يخصهم، فهمت؟ هذا يخصهم والقانون لا ليس فيهم، القانون ليس فيهم من ماذا؟ أنا نقول لهم فقط يعني المحامين حاليا قاعدين يتجاوزوا في القانون؟ أنا نقول حاجة، لا ما نقولش يتجاوزوا في القانون، أنا نقول السجل الوطني للمؤسسات لا يعطي صفة المحامي كما لا يعطي صفة الطبيب أو لا يعطي صفة الخبير المحاسب، يعطي صفة المتعامل الاقتصادي لاكتور ايكونوميك، عندما تسجل تصبح في قاعدة بيانات عمومية معناها تمتثل كفاعل في مهنة من المهن الحرة، كفاعل في مهنة الأطباء صراحة معناها اتفقنا مع عماد الأطباء أنهم يجيبونا باش ما نتعبوش السادة الأطباء ويجيوا للجيشي، أعطيناهم الإمكانية أنهم يعملوا عمادة تقوم بتجميع المطالب ويتم مباشرة عن عون خاص بهم كما نفس الشيء بالنسبة للأرشيتكت ولا غيرهم، دونك المهنيين يقوموا مرحبا بهم، احنا يدينا مفتوحة مكاتبنا مفتوحة للمحامين قاعدين نتعاملوا معهم يوميا بصفتهم هم زي حرفائنا ونعطيهم دونك نبجلوهم في كل في كل عمل. هل قاعدين يتجاوبوا ويستجيبوا الكل؟ والله باش نقول لك انا يستجيبوا، احنا يوميا نتلقى ترسيمات من المحامين، يعني هناك بعض المحامين الفرادة قاعدين يقوموا بترسيم لكن على مبدا اقليه من المهنيين في قطاع المحامين، هذا لا يمنع انهم موجودين، معناها كل المهنيين قاعدين يجيو كل المهنيين قاعدين يجيو معناها بطريقه، لان اول شيء باش هذه للمعلومه انه ما ثماش اجال للترسيم، لكن القانون قال لو عرض الغير بعدم الترسيم، لا يمكن انك تعارض تمشي البنك تقول له لا انا مش ناخذ قرض، تقول له لا جيب لي انا منظوم سجل من السجل الوطني المؤسسات، تقول له لا انا ما راني مش مطالب، دونك هذا بمعنى الطريقه ربما اللي تخلي الاجال مفتوح. اثنين انه زاد كيف عند وقت اللي يجي مثلا ماشي غرامه تاخير، دونك يجي مرحبا به في كل وقت نجم يترسم وعلى ذمتهم، فقط احنا حبيت جاز نقول فما هما عندهم مشكله ربما المهني بصفة عامة الأشخاص الطبيعيين هو أنه القوائم المالية، دونك القوائم المالية نتاعهم هل هي معروضة للغير أو غير معروضة للغير، دونك هي احنا نقول أنه الإشهار في السجل الوطني للمؤسسات ايش يقول؟ دونك يقول أنه الإشهار اللي معرضة للغير، ربما هذه نقول أنا من تصوري أنه مبدأ الشخص الطبيعي ليست في معرضة للغير، دونك القوائم المالية للأشخاص حتى من عام 1900 من عام 2010 من اللي بدينا السجل التجاري كنا لا نقوم بإشهار القوائم المالية للأشخاص الطبيعيين، دونك فقط للشركات، هذه فقط رسالة ربما يحبوا يسمعها الأخوة المحامين أو غيرهم دونك من الأشخاص الطبيعيين بذات المهنيين معنا. النص التشريعي يحتاج لتطوير ولا كافي في صيغته الحالية؟ لا هو يحتاج لبعض التطوير، يحتاج لبعض التطوير خاصة فيما يتعلق بالرهون والإيجار وغيرها، أعتقد أنه فما أون بايب معناها في مجلس النواب فما قانون يتعلق بالضمانات المنقولة اللي ربما يتم إلحاقه بالسجل الوطني للمؤسسات زاد كيف لأنه احنا الضمانات المنقولة جزء منها قاعدين حاليا نقوم به، دونك وغيرها عديد ربما بعض النصوص متعلقة أساسا بالمستفيد الحقيقي، من له الأحقية ومن يستثنى من التصريح بالمستفيد الحقيقي، هذه بعض ممكن نقاشات اللي استشفيتها في خلال الدورة التكوينية أو الندوات التي دونك ساهمت فيها مع الأخوة سواء المحامين أو غيرهم أو الخبراء المحاسبين، أنه نسمع واش بخونات وربما تصير فرصة لمراجعة النصوص، ربما سندفع بهذه الملاحظات للمشرعين اللي هما عندهم دونك الحقية في أن يعني يروها ممكنة أو غير ممكنة.
شكرا لك عادل الشواري، مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات، على كل هذه الإفادات والتوضيحات، وتمنيتنا لك بالتوفيق في مهامك على رأس المركز الوطني لسجل المؤسسات. مرحبا بك وشكرا على قبول دعوتنا. أعزائي المستمعين، هكذا نكون وصلنا لخاتمة هذا العدد من برنامج هنا تونس. غدوة يجدد الموعد كالعادة بارتير من نص نهار. محمد اليوسفي وكامل الفريق يسلم عليكم ويقول لكم إن شاء الله تونس غدوة خير.